مستودعات باذن الله بفضل الله عز وجل وبمنه من الله عز وجل تم السيطره عليها الحمد لله رب العالمين من قبل لواء الاسلام وفوج المغاوير الاول ورجال الله الفاتحين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نحن ما نعشاق غنائم، نحن عشاق شهاده باذن الله. شو هاي؟ الاخ ابو عبد الرحمن قائد كتاب بشائر النصر تابع لواء الاسلام. الله اكبر الله اكبر. ابو عبد الرحمن صواريخ ميلان مضاده للدبابات. الله اكبر. فرنسيه الصنع. الله اكبر الله اكبر. فضل من الله عز وجل يا شباب. افتح ابو عبد الرحمن. لا لا يا شيخ، هذا بيجي فيه اربع صواريخ. الحمد لله فضل من الله عز وجل. هاي العشر الاخير من شهر رمضان باذن الله. الله تم علينا بفضله ومنه من الله عز وجل ان سيطرنا على هذه المستودعات، مستودعات دنحه الله باذن أكبر. الله والتقدم الى قطع الطريق العام والى مدينه القصير باذن الله. باذن الله باذن الله يا شيخ. صواريخ ميلان. الله اكبر. ميلان اربع صواريخ. الله اكبر الله اكبر, أكبر. صواريخ ميلان مضاده للدبابات، مضاده للمدرعات. شو هاي؟ صواريخ ميتس يا شيخ. هاي ميتس كونكورس. الله اكبر. صواريخ كونكورس. الله اكبر. هاي صواريخ فاطمه. هاي صواريخ نفس صناعه المانيه يمكن يا شيخ. هاي صواريخ شو؟ هاي شو اسمه؟ هاي كونكورس. هاي اشتاك عنا شو؟ هاي صواريخ مضاد كمان للدبابات. الله اكبر 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 والعزة لله. مخازن الله اكبر. اخ عبد الرحمن تم السيطرة على كم مستودع حتى الآن؟ حتى الآن أربع مستودعات تحت يدنا والمعركة دائرة بإذن الله. بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى مستودعات يا شيخ في كتاب دائرة بإذن الله سيتم السيطرة عليهم كلها بإذن الله. بإذن الله يا رب. وما النصر إلا من عند الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تم الحمد لله بفضل الله عز وجل السيطرة على مستودعات دنحة تابعة لخنازير الأسد من قبل قوات بشار النصر لواء الإسلام وفوج المغاوري الأول ورجال الله الفاتحين. الله اكبر الله اكبر وما نصر الا من عند الله. الله اكبر. باذن الله سنحرر منطقه حمص بهذه المستودعات ان شاء الله. باذن الله سنحرر حمص بكاملها باذن الله تعالى. باذن شو الصواريخ الله. شو الصواريخ اللي غنمتوها شيخ؟ ميلان جراد كله يا شيخ. مستودعات ذخيره كبيره. مستودعات ذخيره كبيره الراجمي 107 والجراد والكورنيت وكونكورس والميلان بفضل الله عز وجل. بفضل الله عز وجل تمت السيطرة عليها بالكامل بإذن الله تعالى. ستكون فتح لحمص بكامله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ولا دبابة بإذن الله. الدعم الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. تحميل صواريخ الكونكورس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا شو بيقدر كل واحد يشيل. يلا يا شباب كل واحد شو بيقدر يشيل. يلا الله اكبر سننتصر باذن الله. كتاب بشائر النصر. الله اكبر. بدء تحميل صواريخ الكونكورس. الله اكبر يا شباب. بلا صوت بلا صوت. يا شباب امشوا على اليمين. الله يخليكم. امشوا على اليمين. يا عبد الرحمن ظبط الامور في عينك. توكل على الله توكل على الله توكل على الله. يلا يا شيخ. يلا يا شباب يلا يا شباب يا شباب. بس بلا صوت. كتاب بشائر النصر تابع للواء الاسلام. الله اكبر. تحميل صواريخ الكونكورس المضادات السيطرة على مخازن ومستودعات دل تنحى. الله اكبر. كتاب بشائر النصر تابع للواء الاسلام 2/8/2018 السيطرة على مستودعات تل دنحة. الله اكبر. يلا يا شباب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلا يا شباب اطلع. الله يلا كتاب بشائر النصر. الله اكبر والعزة لله. شيخ حسان الله اكبر. الغنائم الله اكبر. كتاب بشائر النصر لواء الاسلام جبهة تحرير سوريا الإسلامية. الله أكبر. الله أكبر.
يا شيخ اثنين اثنين يا شباب. لا اله الا الله. رجع قريب يا شيخ. باذن الله قادم الى حمص. باذن الله. على قصير. الله اكبر. صواريخ المتس. صواريخ كونكورس. كورنيت. صواريخ مضادة للدروع. الله اكبر. الله اكبر. عزة لله. كتائب بشائر النصر. كتائب بشائر النصر تابع للواء الاسلام. الله اكبر. عفوا. يلا يلا يا شباب يرحم ابوك ويستعجلكم شوي. وكل شيء في عالم هنيك جيبوه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. شيل اثنين ما قدرت. بدي واحد ما في. يلا روح روح. يلا مريح. روح يلا يا شباب. يلا يا شباب. يلا يا شباب. الرجع على صير على الرباط. يلا يا شباب. لجوا لجوا يا شباب. لجوا لجوا. يا شيخ يا شيخ لجوا. حسون. يلا يا شباب. الله أكبر. الله أكبر. صواريخ ميلان. كتائب بشائر النصر.